السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمحبي ومتابعي ومشاهدي ومشتركي قناة اعرف دينك. بحبكم في الله، وبهذا الحب الله أسأله أن يجمعني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كان بيشغلني قوي قصة نعرف إيه لغز الثلث الأخير من الليل. ركز معايا وانتبهوا كلكم، سيبوا في ايديكم دلوقتي، معلش يا اختي خليكي معايا، وانت يا اخويا خليك ركز معايا. الصلاه المكتوبه نداؤها بصوت البشر، الله اكبر الله اكبر، صح كده؟ اما صلاه الثلث الاخير من الليل نداؤها من رب البشر. خدت بالك؟ تاني، الصلاه المكتوبه نداءها من البشر بالاذان، الله اكبر الله اكبر. أما صلاة قيام الليل اللي هو الثلث الأخير من الليل نداؤها من رب البشر. الصلاة المكتوبة بيسمع نداؤها كل البشر عن طريق الأذان، شيء طبيعي إنه كله يسمع. أما صلاة الثلث الأخير من الليل يستشعر نداؤها بعض البشر. الصلاة المكتوبة نداؤها حي على الصلاة حي على الفلاح. وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ده كلام الملك. الصلاة المكتوبة ربما بعض بيصليها رياء أو نفاق، لكن صلاة الليل لا يصليها أحد إلا خفية خالصا لله، دائم في التلج في الدنيا الساقعة البرد دي يقف بين يدي الله من غير ما حد يشوفه، حتى زوجته مش حاسه بيه. قام لمين؟ قام لله. الله، الصلاة مكتوبة يمتزج في أدائها التفكير بمشاغل الدنيا وسوش الشيطان. أما صلاة الثلث الأخير من الليل هي انقطاع عن الدنيا وبناء للدار الآخرة. الدعاء في الصلاة المكتوبة ربما يجاب، أما في صلاة الثلث الأخير من الليل وعد الله عباده بالإجابة، هل من سائل فأعطيه؟ أما أخيرا صلاة الثلث الأخير من الليل لا يوفق بالقيام بها إلا من أراد الله له أن يأنس بالحديث معه وسباء همومه وشكواه. فهنيئا لمن حصل على بطاقة دعوة من رب العزة والجلال للجلوس بين يديه وسماع حديثه والتلذذ بمناجاته. عشان كده بنقول إن صلاة الليل هي جائزة يمنحها المولى عز وجل لمن أطاعه في نهاره فيوقظه من بين خلقه كي يوقفه بين يديه كي يناجيه. كل منهم، انت يا أمي وانت يا أختي وانت يا بنتي وانت يا أخويا وانت يا أبويا وانت يا ابني، محتاجين قوي ان احنا الوقت نقوم فيه. كل واحد فينا في حاجة محتاج لها، محتاج يتوب، محتاج ربنا يشفيه، محتاج مال. في الوقت ده الدعاء مستجاب. الواجب بتاعنا النهاردة كلنا إن شاء الله، كل أحبائي النهاردة قبل الفجر كلنا هنقوم ونقف بين يدي الله عز وجل ونسأل الله أولا أن يكشف الغم عن هذه الأمة، ثانيا أن يشفي كل مريض مسلم، ثالثا أن يرزقنا وإياكم بالحلال الطيب. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.